بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام اهلا بيكم، حلقه جديده من درع الوطن. احنا النهارده موجودين داخل مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحه، احد الصروح الطبيه المتميزه داخل القوات المسلحه اللي بيقدم خدمه طبيه متميزه سواء للعسكريين او المدنيين على حد سواء. مشاهدينا الكرام، تفاصيل كثيره عن مجمع الجلاء الطبي في حلقتنا النهارده من درع الوطن. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، في بداية حلقتنا النهاردة بنحب نرحب بسيادة اللواء طبيب أحمد عبد الرؤوف بلاسي، مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة. أهلا بك يا فندم وتحياتي وكل سنة وسيادتك طيب. أول حاجة نقول بسم الله الرحمن الرحيم، شرفتونا ونورتونا في المجمع عندنا، ويسعدنا أن احنا نقدم لكم معلومات كده بسيطة عن مجمع الجلاء. ده شرف لينا يا فندم نكون موجودين مع سيادتك النهارده. اكيد مجمع الجلاء الطبي يعني بيقدم خدمه طبيه متميزه للمدنيين والعسكريين على حد سواء. عاوزين نعرف الساده المشاهدين بنشاه مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحه. نبدا كده. اول حاجه دي كانت مستشفى، وكانت 1992، وده كان المبنى اللي احنا فيه ده بس. تمام. بعديها سنه 2014 بقينا مجمع، والمجمع ده بقى بيضم 5 مستشفيات. كويس. وهو مستشفى النساء والأطفال والنساء، ومستشفى الطوارئ، مستشفى الأنف وأذن، مستشفى الأورام، مستشفى الكلى. تمام. دول المجمع ده يضم الحاجات دي كلها، عشان كده بينا مجمع الجلاء الطبي. تمام. أهم ما يميز مجمع الجلاء عن مثيله من المستشفيات اللي موجودة والمراكز الموجودة المتخصصة داخل القوات المسلحة ست لوحة. احنا المجمع يضم كل التخصصات موجودة عندنا، كل حاجة، جراحات أطفال، نساء، جراحة مخ وأعصاب، جراحة قلب وصدر، جراحة قلب وصدر الكبار، جراحة قلب وصدر الصغار، والرمد والأنف وأذن، وعندنا إشعاع، وعندنا كل حاجة موجودة تقريبا عندنا في المجمع هنا. مثال المجمع يعني سمعته مشهورة وحميدة في علاج قلب الأطفال. احنا طبعا عندنا هنا دلوقتي المستشفى جراحة القلب والصدر بتاعة الأطفال، اللي هو التيم بتاع مستشفى الناس هو اللي ماسكها دلوقتي، وابتدى بيعلموا الكوادر بتوعنا عشان نعمل كوادر من القوات المسلحة عشان وبالحمد لله كان عندنا قائمة انتظار كبيرة جدا، والحمد لله خلصناها كلها، وبقينا ماشيين بقى في القائمة، ما عادش في عندنا قائمة خالص دلوقتي، ماشيين ان احنا بنقدم خدمة لأسر الضباط. تمام. ست اللواء أحمد، دايما القوات المسلحة حريصة على تقديم الجديد وتحديث المنظومة العلاجية داخل المجمعات الطبية الخاصة بالقوات المسلحة، من تطوير وتحديث العنصر البشري للأطباء وإفادهم للخارج للحصول على دورات تدريبية وبعثات ودرجات علمية سواء ماجستير أو دكتوراه في مختلف التخصصات، وكمان العنصر التمريضي. كلمي سيادتك عن هذا الموضوع و اهتمام مجمع الجلاء الطبي بالعنصر البشري داخل المجمع. بالفعل ده بيحصل في الخدمات الطبية من زمان، ان الخدمات الطبية بتعمل خطة بتبعت فيها الأطباء بتوعها يتدربوا برا، وبرضو للتمريض بتوعها يتدربوا برا، وبعدين بيجوا عشان ينقلوا الخبرات دي للمستشفيات بتاعتهم اللي هم بيرجعوا ليها. تمام. وعندنا برضو خطة لتطوير المجمع. كويس. نجيب أجهزة جديدة، يعني بنجيبنا هنا مثلا أحدث قسطرة للقلب والمخ والأعصاب، جبنا جهاز اللي هو علاج الألام بالتردد الحراري، وجبنا الجهاز الأشعة الحديثة خالص موجودة عندنا. تمام. ده بالنسبة للعنصر المعدة، كمان العنصر البشري بقى اهتمام يعني بنعمل المجمع هنا، غير ان الخدمات الطبية بتعمل خطة بتسفر فيها الأطباء بتوعها وبتسفر فيها التمريض، احنا يعني بنجيب دكاترة أساتذة من بره بيجوا يعملوا، يقعدوا عندنا هنا أسبوع 10 أيام، بيعملوا الحالات اللي هي الحرجة قوي. كويس. فدي من ضمنها ان الأساتذة اللي بتيجي من بره دي بتعلم الكوادر بتوعنا، ليه تبادل خبرات يعني. تبادل خبرات. تمام. دي من الحاجات المهمة، بالإضافة ان كل مجمع بيعمل خطة تدريبية لولاده. تمام. يعني في خطة لشبان الأطباء. للأطباء عندنا. تمام. الخطة للتدريب بتاعنا هنا، وخطة تدريب للتمريض بتاعنا
ان التمريض ده عنصر مهم جدا في اي مجمع. يعني الدكتور بيعمل العمليه بتاعته وبعد كده بيمشي كويس. اللي يعني طبعا هو بيباشر كل حاجه، لكن ال 24 ساعه هم عاملين التمريض بتاعه. تمام. فالتمريض ده مهم جدا، ولازم التمريض ده يبقى على خبره وعلى درايه على مستوى عاليه جدا، علشان يخلي العمليه بتاعه الجراح ايا كان تخصصه تنجح بنسبه 100%. تمام. ست لو احمد، التعاون بين المجمع والمستشفيات اللي بيضمها وبين كليات الطب اللي موجوده في الجامعات المصريه هنا لتبادل الخبرات المحليه، احنا طبعا اول حاجه كليه الطب القوات المسلحه دي بتبعت لنا الطلبه بتوعها الامتياز يجوا عندنا يتدربوا، وهما كليه الطب القوات المسلحه بتعمل زي روتيشن، بتعمل مثلا ياخد شهرين عندي، شهرين في المعادي، شهرين، بحيث ان الطالب يبقى خد من كل مجمع بيبقى ليه يعني دور معين كويس، ليه تخصص معين، فيبقى زي كده هو خد يعني خبره من كل التخصصات دي. الطلبه بيجي يتدربوا هنا فين على ايه بقى؟ بيتدرب هنا مثلا في مستشفى الاطفال والنساء عندي هنا. تمام. ازاي يتعامل مع الاطفال، وازاي احنا عندنا طبعا اساتذه هنا كبير كتير، فدول اللي هو بالطالب الصغير ده يقعد معاهم بيشوف ازاي بيكشف على المريض، ازاي بيتعامل معاه، ازاي بيشخص الحاله، بيشخص كل الحاجات دي. تمام. بتفيد الطالب. تمام. فتره الامتياز دي الطالب بيعد نفسه فيها، ده لسه في الاول كان كله تعليم زي بيقول ايه تعليم نظري. تمام. لكن كده بنخش على الامر الارض الواقع بقى اللي هو التعليم العملي. تمام. فبيستفيد منها حاجات كتير. كليه الطب بقى المثيله في الجامعات المصريه، هل في تعاون بين المجمع هنا وبين كليه الطب في مثلا عقد مؤتمرات طبيه مثلا؟ يعني مثلا احنا بنتعامل مع كليه الطب العين شمس وكليه الطب القصر العيني وكليه الطب الازهر وكليه الطب الزقازيق. تمام. كل يبقى في تعاون بينهم. في مؤتمرات يا فندم علميه بتعملوها؟ في مؤتمرات يعني، في على فكره في اساتذه عندنا يعني دكاتره لواءات هنا بتروح تناقش رسائل دكتوراه في الجامعات دي كلها، ففي تعاون ما بيننا وبينهم. عاوزين نتكلم يا فندم على منح او توفير الجو المناسب والمناخ المناسب للاطباء اللي موجودين هنا للحصول على درجتي مثلا الماجستير والدكتوراه في التخصص بتاعهم. طبعا احنا هنا طبعا كمجمع الجلاء الطبي، فطبعا احنا علاقتنا حلوه بالجامعات الكبيره القصر العيني وعين شمس والزقازيق والازهر، اللي هم اولادنا الصغيرين اللي هم مسجلين الماجستير بتاعهم كلام من ده. بس في ظل بقى كليه الطب القوات المسلحه هيبقى كل ده من خلال كليه الطب هي اللي هتعمل الكلام ده كله. طب تمام. فطبعا يعني ده متاح يا فندم للاطباء؟ متاح طبعا، بس احنا طبعا كلنا يعني انا مثلا انا خريج قصر عيني، الدكتور علاء غيطة عين شمس، الدكتور اسامه عين شمس، فطبعا علاقاتنا دي كلها بنستثمرها طبعاً لصالح اولادنا اللي هم الصغيرين. طيب تمام. قول يا فندم، اهم ما يميز مجمع الجلاء الطبي بقى في الحاجات التخصصيه الدقيقه بقى؟ يعني مجمع طبعا الاسطره دي بسم الله ما شاء الله حاجه جميله جدا، واحنا كنا جبنا خبير من فرنسا بره وجاء ما شافها كان انبهر بيها، قال احنا في فرنسا ما عندناش الامكانيات دي. عندنا احدث الاجهزه، عندنا بنك الخلايا الجذعيه. ده يعني ده مهم. ده موجود هنا، ده مش موجود غير في قطر غير عندنا احنا بس. تمام. هنا عندنا حاجه، عندنا اللي برضو الجهاز اللي هو التردد الحراري احدث حاجه برضه مش موجود، يعني عندهم الحاجات احنا جايبين احدث حاجه. طيب تمام. يعني هنا بنعتمد ان احنا نجيب احدث حاجه يعني ماشيه بره عندنا هنا في المجمع. طيب تمام. قول يا فندم، الخدمه بقى الطبيه المتميزه اللي بتقدمها القوات المسلحه متمثله في مجمع الجلاء الطبي من خلال المستشفيات اللي موجوده فيه لاهالينا المدنيين. طبعا اهالينا المدنيين بيحق لهم ان هم يخشوا عندنا يتعالجوا عيني وياخدوا خدمه مميزه، وعاملين لهم كل التسهيلات ان هم يخشوا هنا. احنا عندنا الغرف بتاعتنا مميزه وطورناها كتير عن الاول. طيب تمام. ست لو احمد، يعني دايما متهيألي المجمع حريص على حصول على شهادات الايزو في مختلف المجالات، هل حصل المجمع على شهادات ولا لسه بيجهز نفسه؟ احنا جاهزين، احنا بنجهز نفسنا وبندي نفسنا ان احنا ناخد الجهار وهي الاعتماد بتاع وزاره الصحه دون علشان تبقى حاجه كويسه جدا. طيب تمام. وده بيتطلب مننا مجهود يعني كويس علشان
نخلي ان هو الاعتماد ده اهم حاجه عنده اللي هو الامان بتاع المريض من كل شيء، الامان مثلا في الادويه اللي بياخدها، الامان لو يحصل حريق، الامان لو يحصل مثلا نقله تنقله ازاي، الامان في الادويه اللي بياخدها، كل الحاجات دي، الجهار دي من الحاجات اللي هي جوده الخدمه يا فندم. جوده الخدمه بالظبط. تمام يعني جوده. سياده اللواء احمد، هل المجمع من خلال المستشفيات اللي موجوده فيه بيشارك في المبادرات الرئيسيه اللي بتطلقها الدوله المصريه؟ اه طبعا بلا شك طبعا بنشارك فيه، بدليل ان احنا عندنا بالنسبه للاطفال اللي هم عندهم الكونسنتريس قال عليها التقزم التقزم دون، وبقى ان شاء الله هنعمل وحده اللي هي الصحه النسائيه. تمام. اللي هي اكتشاف مبكر لامراض الثدي. تمام. وانتم بتقال هنا برضو انتم يعني هنا متميزين فيها متهيألي. احنا متميزين من خلال المستشفى الجراحي. دي هنعملها بقى، هنعمل زي دي حاجه جديده هننشئها. تمام. بحيث انها تيجي بتوفر الخدمه يعني لاهالي الضباط. تمام. والمدنيين. تمام. تمام. اشكرك يا فندم. واسمح لنا يا فندم. اسمح لنا. هنا الاجراءات بقى اللي احنا هنا الوحده دي احدث وحده تاثرت في الشرق الاوسط، واحنا طبعا الوحده تاثرت القلب بتتعامل مع الحالات القلب المختلف تشخيصها في الاساس. طبعا احنا عندنا هنا الجلاء مميزه بقى من 2018 احنا بنتعامل مع حالات القلب الطارئه، ونشتغل عندنا تيم جاهز على مدار الساعه 24/7 تبقى جاهز لو حاله جت خلال 90 دقيقه من الازمه، بتخش على طول للسباله المقصره بتشخص وبتخش تعمل لها قصيره اوليه تشفت الجوتر العيان يبقى كويس يروح على الرعايه يقعد يمكن يخرج بالسلامه. دي حركه اللي هي الحاجات الطارئه. يعني بالنسبه بقى سيادتك للتعامل العادي مع حالات اللي هي القصيره العاديه اللي يبقى متشخص اللي عنده كسور، وده بيبقى واخد ميعاد بيجي احنا نعمله برضه في ميعاد مسبق يعني بيبقى متحدد ميعاد. بالاضافه لكده احنا بنشتغل بقى الانسدادات اللي هي طبعا دي تركيب معلومات الانسدادات المزمنه والمتكلسه عندنا، زودنا الوحده بجهاز اللي هو الشنيور الطبي ده بيفتك التكلس وبيساعد ان احنا نركب دعامات. في عندنا جهاز برضه مش موجود في مكان تاني اللي هو سيرك فيجن، ده بيعمل زي الانتجريشن بين صوره القسطره اللي هي بالصبغه وصوره بالجهاز الموجات الصوتيه جوه القلب، ده بيحدد لي بدقه الضيق قد ايه ونوع الضيق قد ايه، في كالسيوم ولا مفيش كالسيوم، والقطر بتاع الشريان قد ايه، بيساعدنا جدا نحط الدعامه المناسبه في المكان المناسب. ده بالاضافه للكلام ده حضرتك عندنا في جهاز طبعا كهربه القلب، جهاز كهرباء القلب ده جهاز حديث برضه بنستخدمه في كي البؤرات الكهربية السريعة، ده مجال تاني. ومزود طبعا بجهاز اللي هو الثلاثي الأبعاد عشان يساعد في كي اللي هي الذبذبة الأذنية والذبذبة البطنية، ده برضه حاجة أدفانسد أوي. عندنا برضه هنا بنركب الأجهزة اللي هي أجهزة منظمات القلب، والأجهزة اللي بتستخدم في هبوط عضلة القلب، والاجهزه الصدمات الداخليه للقلب. كم محمد نسبه النجاح للعمليات دي؟ لا الحمد لله يعني احنا السكسس ريت عندنا عالي جدا الحمد لله. يعني احنا حتى كمان احنا الفكره في الجلاء ان احنا بنتعامل مع حالات عسكريه وحالات مدنيه. اه طبعا. الحالات العسكريه معظمها بتبقى في ايدج كاتيجوري كبير يعني والد اللي هو والد العميد اللي هو الاعمار الكبيره. السن الكبير. السن الكبير رغم كده الحمد لله احنا نتائجنا الحمد لله كلها هايله يعني الحمد لله. يعني احنا الحمد لله السكسس ريت عندنا تقريبا يعني 99%. بسم الله ما شاء الله ربنا يوفقكم ربنا يوفقكم. اتفضل. شكرا. مشاهدينا الكرام بنرحب بالسيد اللواء طبيب رضا الهميمي مدير مستشفى الجلاء للقوات المسلحه. اهلا بيك يا فندم وتحياتي. اهلا بحضرتك. سيد اللواء رضا، عاوزين نعرف الساده المشاهدين مشتملات واقسام اللي موجوده هنا في مستشفى الجلاء العسكري. تمام. لو اتكلمنا عن مستشفى الجلاء فنقدر نقول ان هو المبنى الرئيسي في الصرح العملاق اللي هو مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحه. اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. اللي احنا موجودين فيه. تمام. هو بيضم 11 قسم معالج مع عدد كبير جدا من غرف العمليات المختلفه كلها كبسولات، مع عدد كبير من الرعايات المختلفة، ثم الأقسام المعاونة زي المطبخ اللي بيخدم على كل مجمع مع المغسلة مع التعقيم المركزي اللي موجود.
اهم الاقسام العلاجيه اللي موجوده في المستشفى ست لؤي؟ والله احنا بنتميز الحمد لله ان احنا عندنا تقريبا كل الاقسام الطبيه اللي حضرتك ممكن تتخيلها. تمام. بدايه من قسطره القلب ثم قسم او مركز العالمي بتاعنا لجراحات القلب والصدر مفتوح، عندنا وحده المناظير الطبيه بالنسبه الخاصه بالجهاز الهضمي. تمام. كل انواع المناظير حضرتك اللي هي سواء مناظير القولوني او الابر اللي هي مناظير الجهاز الهضمي، الجهاز الهضمي بالكامل بما فيهم حضرتك المناظير اللي هي مش هتلاقيها في حته تانية زي مناظير جهاز الهضمي الامعاء الدقيقه. انتوا متميزين هنا يا ست الوالده. بالظبط. تمام. بالظبط. ثم بننتقل بقى سعادتك لاسم الرمد، ثم اسم الاوعيه الدمويه، تنقلا باسم العصبيه والقسطره التداخليه بتاعه الجلطات المخ والعصبيه. تمام. والاشعه التداخليه اللي موجوده. بنتميز برضو ان احنا عندنا يمكن اقوى مركز اشعه تشخيصيه وعلاجيه موجود يمكن في المنطقه كلها، مع كل احدث تقنيات في الاجهزه الرنين واجهزه المقطعيه والاجهزه جهازات الاشعه المختلفه اللي ما اعتقدش ان احنا ممكن نقارن باي مستشفى موجود في المنطقه. ده اكيد يا فندم يعني جه بعد مجهود كبير من تاهيل الاطباء والعنصر البشري والتمريض هنا داخل المستشفى. والله القوات المسلحه ولاده زي ما بيقولوا. يعني حضرتك احنا مش بس الامكانيات المعدات، لان المعدات فلوس اللي هي الاجهزه يعني بالظبط، لكن العنصر البشري دي اهم حاجه. تمام. احنا مستوى هرمي حضرتك، بمعنى سعادتك ان احنا في زي ما احنا عارفين القوات المسلحه بتدينا دلوقتي بكليه الطب بتخرج عناصر متميزه. تمام. ثم بعد كده سعادتك احنا بنبتدي نحصل على طالب خريج كليه الطب، بنقول ان هو الى لحد ما وصل عندنا هو السل لسه طالب، لان الدكتور بيتم تدريبه وتعليمه بعد التخرج اكتر من فتره الدراسه في الكليه. تمام. تمام. قول لي سيادتك بقى التعاون بين المستشفى والمستشفيات الاخرى اللي موجوده هنا في المجمع او خارج المجمع وبين كليه الطب لتبادل الخبرات في هذا المجال يعني. تمام. هو القوات المسلحه بالكامل بتشتغل كتيم ورك، احنا مش منفصلين عن القوات المسلحه. تمام. بمعنى سعادتك ان احنا في تبادل خبرات. كويس. وفي نفس الوقت في بيتم ايفن حتى بعد ما الدكاتره بيستقروا عندنا في محاضرات بتتم في داخل كليه الطب، وفي زي ما بيقولوا ورك شوب بيتعمل عندنا وعندهم، بحيث ان في تعاون مستمر بين كليه الطب وبين المستشفى او المجمع بالكامل لرفع كيان المجمع الطبيه والهاند سيرجري، ان انا اقدر ان انا اوصل بالجراح ان هو يقدر يعمل على موديل العمليات اللي ممكن بعد كده هيعملها اللي هي متفرده او العمليات. تمام. اللي هي متفرده في احترافيه يعني في بالظبط كده. تمام. قول لي سيادتك ست لؤي رضا يعني الجديد بقى اللي هيضاف هنا داخل مستشفى كلاب. تمام. احنا عندنا الحمد لله تعالى ان احنا تم تجديدات عنيفه جدا في المستشفى، المستشفى دي مبنيه من سنه 89، ففي تجديدات مع تجديدات اللي حصلت في المجمع كله، توسيعات اللي حصلت في المجمع كله، فعندنا الحمد لله تم تجديد الاستقبال بالكامل بقى على احدث التقنيه، استقبال الحالات المدنيه والعسكريه على قدم سواء، ولازم نفهم ان احنا البشر هم البشر بالنسبه لنا، عسكري مدني، احنا بالنسبه لنا بنعامل المريض هو مريض. التسهيلات اللي بتقدموها لاهالينا المدنيين اللي بيترددوا على المستشفى هنا ست الورد، اي حد مدني هو ابن مصر، فبالتالي هو ابن قوات مسلحه. تمام. فبيجي بيعامل المعامله العسكري بالظبط وبياخد كل التسهيلات والاجراءات. اول اجراء هنا لو في مريض مدني بيتردد، اول اجراء طبعا مع قصه الكورونا اللي احنا فيها ديت، فبيتعمل الاجراءات الاحترازيه بتاعه الكورونا. مش عايز اقول لحضرتك ان هو وجوده في الاستقبال مع كل الاجراءات الاحترازيه بما فيهم الاشعه المقطعيه والسي بي سي والتحاليل الخاصه بالكوفيد، بيتنقل السرير في ظرف ساعه ساعه ونص ماكسيمم، مع اخذ في الاعتبار كل الحاجات اللي تتعمل في حالته، يعني مثلا لو كان عنده مغص كلوي احنا بنبتدي نتعامل معاه في نفس التوقيت اللي هو بيتعمل الاجراءات الاحترازيه. تمام. العنصر التمريض يا ست اللي هو رضا هنا بتاهله ازاي وبتعده ازاي؟ التمريض عندنا الحمد لله تعالى من احسن التمريض في الشرق الاوسط كله، لان احنا عندنا كلهم خريجين المدارس التمريض بتاعه القوات المسلحه، فهم مؤهلين لطريقه التعامل، في نفس الوقت الطاقم الطبي اولويز باستمرار بيبقى في استمراريه في التطوير، بيبقى في تريننج. تمام. انا بشكرك، والنهارده كلمه توجهها للمرضى المدنيين المترددين هنا على المستشفى. بقول لهم انتوا في بيتكم وسط اهلكم، احنا تحت خدمه اي مريض مدني عسكري واتيفر ايه هو مريض، وفوق راسنا من فوق وفي عيننا من فوق. انا بشكرك يا فندم. بشكرك.
مشاهدينا الكرام، ما زلنا داخل مجمع جلاء الطب للقوات المسلحه، وبالتحديد من داخل مستشفى الاطفال والنساء التخصصي. يسعدنا يكون معانا اساتذه اللواء طبيب حسام الدين عبد الله سالم مدير المستشفى. اهلا بك يا فندم وصباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا، مشرفينا في المستشفى. ده شرف لينا ست لواء حسام. يا بدايه عاوزين نعرف الساده المشاهدين بمستشفى الاطفال والنساء التخصصي هنا في مجمع الجلاء الطبي. مستشفى الاطفال والنساء التخصصي مجمع الجلاء الطبي قوات مسلحه تعتبر صرح طبي متميز من حيث التجهيزات اللي هنتكلم عليها بالافاضه دلوقتي، تدار بطاقم من اساتذه الجامعات المصريه مع استشاري القوات المسلحه في مختلف مجالات طب الاطفال المختلفه. بنستقبل الحالات المدنيه والعسكريه على حد سواء، وبنستقبل الحالات من جميع المستشفيات المدنيه والعسكريه على حد سواء. قلت له حسام التخصصات والاقسام اللي موجوده هنا في المستشفى. التميز في المستشفى الاطفال التخصصي والنساء مجمع الجلاء الطبي قوات مسلحه بينبع من تعدد الرعايات المركزة. بتفتقد الكثير من مستشفيات الأطفال الرعايات المركزة. هنا في أول رعاية احنا واقفين فيها الرعاية المركزة لحديث الولادة، رعاية مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة، كل حضانة مجهزة بأحدث وسائل متابعة الأطفال حديثي الولادة، ومجهزة من التميزات اللي موجودة في رعايات حديث الولادة انها فيها جزء من الحضانات المجهزة انها تفتح جراحيا لتدخلات الجراحية لحديث الولادة الطارئة. زي ايه يا فندم مثلا؟ في حالات من العيوب الخلقية في القلب اللي بيكون فيها ضيق في الشرايين الرئوية والشريان الأورطة، وبتحتاج لتدخل سريع لوصلة شريانية أو نقول وصلة ما بين القلب الأيمن والأيسر، وبتتم داخل الحضانة بفريق من قسطرة القلب والصدر من الاستشاري القسطرة حديثي الولادة. ست لواء حسام، الأهم ما يميز هنا مستشفى الأطفال عن مثيلتها اللي موجودة في مصر إيه؟ أول حاجة تعدد الرعايات، زي ما قلنا في رعاية بطنة، في رعاية جراحة، ونتميز برعايات القلب والصدر ورعايات قسطرة القلب. دي من ضمن التميزات في المستشفى. مع التعاون مع مستشفى الناس لقلب الأطفال تتم جميع عمليات القلب المفتوح وقساطر الأطفال من سن يوم بجميع العيوب الخلقية في القلب. نسبة النجاح يا فندم هنا في العمليات اللي بتجرى هنا في المستشفى؟ الحمد لله عمليات القلب المفتوح طبعا هي درجات ما بين العمليات اللي هي ذات كفاءة عالية وما بين العمليات البسيطة، بتصل النسب ما بين نقول من 85-90% في معظم العمليات القلب المفتوح. إلى جانب ان احنا عندنا جميع جراحات الأطفال، جراحة عظام الأطفال، جراحة العامة للأطفال، جراحات المخ والأعصاب للأطفال، جراحات التجميل والحروق للأطفال، وكل دي بتجتمع في مكان واحد، وده اللي ساعات بنفتقده كتير في كثير من المستشفيات التخصصيه للاطفال. ست لواء حسام، بالنسبه بقى للشق الثاني اللي هو قسم النساء هنا اللي موجود في المستشفى. طبعا قسم النساء من برضو الاقسام المميزه اللي بيحتوي على نخبه من اساتذه الجامعه مع استشاري القوات المسلحه في رعايه مركزه للنساء، وذلك لمتابعه حالات الولاده المتعثره وخلافه ما قبل وبعد الولاده. وفي قسم للحقن المجهري اللي هو بيدار برضه بجزء من الاطباء ذات التخصص العالي للوقوف على الحالات قله الانجاب او ضعف الانجاب. ست لواء حسام، التعامل هنا مع الاطفال عايز احترافيه في التمريض، تاهيل وتدريب العنصر التمريضي هنا في المستشفى. تمام. طبعا الحمد لله احنا عندنا هنا تاهيل للتمريض وتاهيل للاطباء. بنحضر المؤتمرات الداخليه والخارجيه خطة للتدريب لجميع الكوادر الطبية. التمريض عندنا بيخضع لتدريب ما بين التخصصي في مستشفى الأطفال في كافة الأقسام، يعني القسم اللي احنا واقفين فيه رعاية حديث الولادة بيبقى ليه تدريب خاص يبدأ من بعد تخرج التمريض من معاهد القوات المسلحة. بعد وصوله هنا إلى قسم الحضانات بياخد 6 شهور تدريب داخلي وخارجي، تدريب داخلي جوه المستشفى، خارجي في الجامعات المختلفة، وقلب وصدر ورعاية قسطرة القلب في التعاون مع مستشفى الناس في
جزء من التمريض بيحضر كل جميع الحالات اللي بيتم عملها من جراحات وقسطرة قلب في مستشفى الناس، وبفي تقييم لجميع التمريض والأطباء كذلك للدرجة الكفاءة اللي وصلوا لها علشان نقدر نحدد ايه اللي هنحتاجه في الخدمة الطبية. ست الحسام، التسهيلات اللي بتقدمها هنا إدارة المستشفى لأسر أهالينا المدنيين اللي بترددوا هنا للمستشفى؟ احنا بنستقبل الحالات المدنية 24 ساعة في اليوم، جميع الحوادث وجميع الطوارئ بنعتبرها طبقا للقانون حالات طارئة، بنستقبلها وبتتحجز في الرعايات في الأقسام الداخلية لحين تحسن الحالة، وبنستقبل طبعا الحالات المدنية المحولة الصعبة التي تحتاج إلى تدخلات خاصة بأطقم طبية غير موجودة في المستشفيات المدنية الخارجية، بنستقبلها 24 ساعة بالتنسيق مع المستشفيات المختلفة. أنا بشكرك يا فندم، وتحياتي وبالتوفيق دايما هنا في مستشفى الأطفال والنساء التخصصي. أنا اللي متشكر جدا، وبالتوفيق إن شاء الله. مشاهدي الكرام، من المستشفيات التخصصية المتميزة داخل مجمع جلاء الطب القوات المسلحة هو مستشفى الطوارئ، ومعانا السيد اللواء طبيب أسامة جلال مدير مستشفى الطوارئ. أهلا بيك يا فندم وتحياتي. أهلا بحضرتك. أهلا بيك ست اللواء أسامة، قول لنا احنا فين بالظبط والمهام اللي بتقوم بها مستشفى الطوارئ هنا في المجمع. الحقيقة أنا برحب بيكم في مستشفى الطوارئ، وهي من أهم المستشفيات اللي موجودة في مجمع الجلاء الطبي بالقوات المسلحة. ومستشفى الطوارئ احنا دلوقتي موجودين في استقبال مستشفى الطوارئ، تمام، وهو استقبال مجهز لاستقبال جميع الحالات والحوادث في المنطقة اللي موجودة حوالينا، تمام، سواء كان عسكريين او مدنيين، تمام. اول اجراء ست اللواء أسامة بتاخده مع متردد على مستشفى الطوارئ سواء مريض عادي او مريض في حادثة لا قدر الله؟ الحقيقة الحادثة ودي لما بيكون واحنا متميزين في الموضوع ده، ان احنا عندنا مناطق للفرز، تمام، يعني في حالة ان في حوادث ويكون فيها اعداد، فاحنا عندنا حوالي 18 سرير كويس في الاستقبال، وده عدد كبير جدا بيسمح لنا ان احنا نفرز اهمية الحالات في التعامل معها وتصنيفها، تمام، بالضبط كده، تمام. وبيتم مع دكاترة متخصصين في الـ ER، يعني اطباء الطوارئ، وهم عارفين ايه الاولويات للتعامل اللي بتتعامل فيها، تمام، بالظبط كده، تمام. المشتملات كمان اللي موجوده هنا في الطوارئ ست لوحس، احنا هنا مجهزين باحدث الاجهزه، تمام، عندنا اجهزه تنفس صناعي متنقله ممكن انقل بيها، وعندنا معمل خاص للطوارئ، وعندنا اشعه مقطعيه واشعه عاديه خاصه بالطوارئ، وبيتم عمل جميع الحاجات الطبيه من سواء المعمل او الاشعه في وقت سريع للتشخيص الحاله اول ما بتيجي. هل في غرف عمليات هنا موجوده في مستشفى الطوارئ لاجراء العمليات؟ عندي غرفه عمليات او غرفتين عمليات لعمليات الطوارئ. تمام. دي بتجري فيها العمليات الخفيفه متهيألي ولا لا لا اي لا. عمليه ما لا لا لا، جميع عمليات، حتى استئصال الطحال، كسر مضاعف، اي حاجه مهما كانت قويه، اول العمليات مجهزه بأحدث الأجهزة. الطبيب دايما الطوارئ بيبقى عنده سرعة البديهة وكمان التمريض يا دكتور أسامة. طبعا، تأهيله وتدريبه بقى. تدريبيا، ودايما بياخدوا كورسات، ودايما بيحضروا مؤتمرات كويس، وفي تعليم وفي خطة لتنفيذها بصورة دورية ومتابعتها. ست لو أسامة، أقول لك جديد بقى في يعني الحالات الحرجة هنا في الطوارئ وأقسام الطوارئ بصفة عامة. احنا هنا مستشفى الطوارئ فيها ثلاث اقسام رئيسيه كويس. قسم للعظام، وهو قسم متكامل من تغيير مفاصل والتعامل مع جميع عمليات العظام باستشاريين متخصصين كويس، على اعلى كفاءه، وعندنا مركز لجراحات المخ والاعصاب، والعمليات مجهزه لعمليات جراحه المخ والاعصاب باجهزه خاصه زي النافيجيتور لتحديد مكان الاورام، وده بيسهل على الجراح طبعا اثناء العمليه مكانها بالظبط، وبياخد القرار في نفس اللحظه بتاعتها. طبعا، تمام. والحاجه الثانيه ان احنا عندنا حاجه وهي برضو مش متواجده
في معظم المستشفيات ان انا عندي اشعه مقطعيه داخل غرفه العمليات. ده هنا موجود، هنا متوفر، هنا في أيوة. في الطوارئ. تمام. في العمليات. وفي اربع رعايات كويس مجهزين باحدث الاجهزه، وفي اسم متكامل للحروق والتكميل، واستقبال 24 ساعه لجميع حالات الحروق، وفي 18 رعايه خاصه، كل غرفه خاصه بالحروق لمتابعه جميع الحالات، واستقبال دائم 24 ساعه لجميع الحالات العسكريه والمدنيه. تمام. انا بشكرك ست لو اسامه، وبالتوفيق وتحياتي لكل العاملين هنا في مستشفى الطوارئ.